شعوركم اليوم خلال المباراة وبعدها؟ قبل المباراة جالسين احنا بعدها فقط يعني والحين كيف وزنكم؟ ارتفع خلاص محظوظ بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله اهم شيء دور ثاني ان شاء الله. اي ما نستعجل مع الجزائر خطوه خطوه. الجزائر ان شاء الله الجايه ما كتب ربي كل شيء مكتوب. الله يلا بالتوفيق. الله يسلمك.